مزرعة ومؤسسة ازرع شجرة اللي احنا زرناها ده وتشرفنا شرف لينا يا فندم. نموذج مصري يحتذى به ويا رب يتكرر في كل المؤسسات الوطنية والجمعيات اللي هي 48 ألف جمعية مش عارفين بيعملوا ايه في المجتمع. فانت نموذج يحتذى به وبتقول ان انتوا في المؤسسة بتنتجوا 48 او كم منتج؟ احنا بننتج من شجره المورينجا اللي هي الشجره المعجزه، او ميريكل تري او شجره الحياه لايف تري، بنسمي الشجره دي لان احنا بننتج منها 24 منتج. ال 24 منتج اللي هو سواء كانت الورق او الزيت او البذور او المستخلص الورقي او الزيت نعمل منه صابون، او الجذور نعمل منها باودر يعالج قرحه المعده ولا معاه. انا معايا ورق مورينجا جاف بالشكل العادي. على فكرة لازم نجفف أي ورقنا في الظل، فبالتالي يدينا قيمة أعلى من الزيوت الطيارة والنباتات والزيوت الطبية. احنا بناخد بإيدينا بصوابعنا كده 5 6 ورقات ونصب عليهم مية بتغلي زي الشاي الكشري، يبقى أنا كده رفعت الجهاز المناعي، اديت للجسم 46 مضادات أكسدة، 36 مضادات التهابات، 18 حمض أميني، 15 فيتامين وملح. شويه الورق دول بيساوي اوميجا 3 و6 اللي موجود في طبق مكسرات، يبقى معناه ان احنا، طب احنا مش عايز اشرب او اشرب الطفل مش هيقبله مني لو هو مشروب، يبقى انا بدي للطفل من خلال طبق السلطه احط باودر المورينجا، او يتخرط عليه لو هو اخضر، او ان انا اعمل او تحطه على المكرونه كيك او المكرونه المورينجا او المكرونات والخلطات والرز والمحشيات كلها تتعمل عليها المورينجا، ويبقى كده انا رفعت الجهاز المناعي بشكل غير مباشر. طب وانت عملت عليه البحث العلمي؟ قول لنا القصه بتاعت الجمعيه المصريه العلميه للمورينجا في المركز القومي للبحوث. ده جمعيه متخصصه في مجال البحث العلمي، وانتاجنا كله عليه لوجو المركز القومي. لا انت قلت لي واحنا جايين في المترو ان انت وديت منتج راح اللي هي المورينجا كيك. كيكة المورينجا دي في عملناها في مستشفى 57-357 ايوه، علشان نقدر نشفي بيه امراض اطفالنا من الامراض السرطانيه، وادوا اوتوريزيشن لها، وده بالفعل علشان نقدر مطبق دلوقتي، علشان ازرع شجره زرعت في 57-357 زرعنا 200 شجره مورينجا مجانا داخل الصرح العظيم. شكرا لحضرتك.